ويا صباح الفل من تركيا وبالتحديد من مدينة اسطنبول. فيديو النهاردة هيكون بسيط وسريع شوية. ناس كتير بتسأل على مكان باص المطار هنا في اسطنبول. علشان توصل للمحطة او المنطقة الخاصة بباص المطار، يعني اللي امام حاليا هناك ده شارع استقلال. هنا الميدان تقسيم التمثال طبعا معروف للجميع. هتحتاج تتمشى بالظبط 4-5 دقايق لغاية ما توصل للمكان او المحطة الخاصة بالباص. باص اسمه هوا ايست، هوا اللي هو جاية من كلمة هوا ليمان او المطار باللغة التركية، وايست اللي هي اسطنبول. هتتمشى بالظبط 5 دقايق هتلاقي الباصات متوفرة على مدار اليوم. هي اكبر ميزة ان الباص متوفر 24 ساعة، ففي اي وقت سواء الصبح بدري بالليل متأخر هتلاقي الباص موجود. حابب اوضح المكان عشان الناس ما تتوهش، يعني هنا منطقة ميدان تقسيم والتمثال، هنا الجامع مسجد تقسيم. بعد كده هتتمشى طوالي زي ما بنقول في مصر، هتخليك ماشي هتفضل ماشي يعني زي ما قلت تقريبا 4-5 دقايق لغاية ما تلاقي المبنى اللي امامي حاليا، اوتيل او فندق اسمه ديوان. بعد كده تتجه لليسار هتلاقي فندق اسمه بوينت تقسيم. المكان هنا بيكون زحمة شوية. وزي ما انتم شايفين يعني موجود على اليمين هنا موقف الباص الهوا ايست. بيكون في موقفين، واحد للباص الخاص بمطار اسطنبول الجديد اسطنبول ايربورت، ده الموقف الاول، والموقف الثاني بيكون للباص اللي بيتجه لمطار الصبيحة في الجانب الاسيوي. فبتيجي هنا بكل سهولة بتشتري التيكت. سعر الباص حاليا اللي بتجه لمطار صبيحة 52.5 ليرة، والباص متاح على مدار اليوم. الباص على فكرة مريح جدا، سواء من حيث الكراسي بيكون في تكييف داخل بالتأكيد.